شكرا لك فاطمة، ونعود معكم في هذه الجولة الإخبارية مشاهدينا. والآن ننتقل إلى استطلاع لرأي الشارع حول الدعوات التي تنادي بإقالة حكومة دكتور هشام قنديل. قل لي إيه رأيك في الدعوات التي تنادي بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل؟ لا والله احنا عايزين بس تعدي مرحلة الانتخابات وبعد كده الدنيا تستقر وبعد كده نشوف بعد كده في حكومة جديدة. مستنيين بس تعدي بس فترة التظاهرات والناس اللي بتعطل المسيرة اللي ماشية دي. ايه رأيك في الدعوات التي تنادي بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل؟ والله انا بنادي ان هي بتغييرها على الأقل، لان مفيش أي تقدم من ساعة ما مسك. مفيش تقدم، كل حاجة هو بيحددها للأقل، ما بيسعاش لأكتر. مفيش مصانع انها تفتح مجالات جديد لشغل جديد. كل عمايله ان هو بيقلل، عاوز اقلل عدد ساعات العمل، التأخير بالليل دي حاجة، تقليل عدد البنزين الاستهلاك دي حاجة تانية. انا مش عايز اقلل، هو عايز يزود، يعني بحيث مصانع يفتح مجالات عمل كتير، لكن ده مش موجود خالص ولا في اي تقدم في اي مكان. قولي لي ايه رايك في الدعوات التي تنادي باقاله حكومه الدكتور هشام قنديل؟ هي صراحه حكومه هشام قنديل احنا مش شايفين منها حاجه من ساعه ما مسكت، ولا شفنا حاجه حصلت. احنا عايزين نشوف حاجه في البلد دي بتتغير. مفيش حاجه بتتغير في البلد خالص. يعني انت مع اقاله الحكومه ولا مع استمرارها؟ لا احنا مش عايزين استمرارها، احنا عايزين ناس تشتغل. عايزين ناس غير دي، عايزين ناس تشتغل تجيب حاجه. طب انت شايفه ان الناس مش لاقيه تاكل؟ والله الناس ما لاقيه حاجه. شايفه ان التوقيت ده مناسب ولا نستنى بعد الانتخابات؟ نعم؟ شايفة التوقيت ده مناسب ولا نستنى بعد الانتخابات؟ لا ده هو ده التوقيت المناسب، قبل الانتخابات. قبل الانتخابات. مع استمرار الحكومة ولا إقالتها؟ لا مش مع استمرار الحكومة خالص، مفيش أي حاجة في البلد كويسة خالص، ولا في أي حاجة اتعملت ولا أي حاجة خالص، البلد ضايعة بصراحة. وإحنا مستنيين إن شاء الله بإذن الله، يعني عايزين أي حد يصلح البلد، أي حد، يعني البلد بايظة. بلطجية في كل مكان ومحدش لاقي شغل، رغيف العيش بيجي بالصعب والجنيه بيجي بالصعب. وشباب كتير مش لاقيه شغل، بلد ضايعه بصراحه في كل حته. عندك بلد زي ابو نمرس دي بلد مش عليها رقابه، مواصلات ما تلاقيش، عيش بالضرب، عيش بياخدوه الناس اللي واسطه، كل الكلام ده. عيش بياخدوه واسطه؟ واسطه، يعني ممكن تروحي الطابونه الساعه 9 طابونه تخلص، الساعه 9 طابونه تخلص. طب وزير التموين كان لسه ايه بيتباع؟ وزير مين؟ فيش وزير، فيش رقابه، البلد دي مش عليها رقابه اصلا. ايه رايك يا حاجه في الحكومه اللي موجوده دلوقتي؟ الحكومة مش كويس، كل واحد مش احنا مش لاقيين ناكل، لا لاقيين نشرب، وعيالنا واقف حالها، ولا يا بنت عيالنا واقف حالها، هنعمل ايه يعني؟ انت مع ان احنا نغير الحكومة ولا نخليها؟ والله اللي ماشي الشعب احنا نمشي زيه، بس احنا عاوزين الامان، عاوزين الامان، وعاوزين الناس تبقى تاكل وتشرب وتبقى مبسوطة حلوة، اكتر من كده مش عايزين حاجة. قول لي حضرتك مع تغيير حكومة الدكتور هشام قنديل أم أبقاه؟ لا هو ممكن تتغير، لأن مفيش تقدم، يعني من منذ أن هو تولى رئيس الوزراء مفيش تقدم ولا في تحسن في الخدمات. مفيش تحسن في الخدمات، الخدمات زي ما هي. رغيف العيش بيوصل بصعوبة وما بنلقاهش. السيد وزير التموين كان لسه قايل الشعب بس يدينا فرصة وإحنا نشتغل. ايوه ما احنا حضرتك الفرصه، ما احنا اديناهم فرصه بقالنا دلوقتي سنه او سنه ونص او سنتين. حكومه الدكتور هشام قنديل على وجه التحديد. ايوه ما بقى لها قد ايه، 6 اشهر؟ طيب ما هو ما فيش تحسن، ما فيش تحسن في رغيف العيش، ما فيش تحسن في الخدمات، الاسعار بتزيد، ما فيش مراقبه على الاسعار. ما في، هو ممكن اديهم فرصه بس لو في تحسن، لو في شغل، لو حد بيشتغل، لو مثلا وزير التموين ينزل. لسه موجود عندكم حضرتك؟ ينزل كل يوم، لو في الجماعه بتوع مباحث التموين يشوفوا الاسعار، يراقبوا الاسعار. ايه راي حضرتك في الدعوات التي تنادي باقاله حكومه الدكتور هشام قنديل؟ ما عشان برضو ما فيش خدمات في البلد وكده، ولا خدمات في رغيف العيش ولا في المجاري، ما شفناش اي حاجه كويسه لحد دلوقتي. لو في اي طلب حتى يتنفذ الناس هتبقى معاه، بس كل ده اللي عندي. خدمات تتحقق بالنسبه للخدمات ايه؟ بالنسبه للخدمات مفيش يعني تحسن في الخدمات، زي ما بقول لحضرتك رغيف العيش. قولي لي انت رايك، الحكومه تفضل مستمره ولا يتم تغييرها؟ لا طبعا تتم، لان هي تستمر ولا يتم تغييرها؟ لا تستمر. ليه بقى؟ ليه تستمر؟
عشان لسه اساسا ما فيش حاجه اتعملت في البلد، لسه الدنيا لسه من ساعه المظاهرات لسه الدنيا ما اتعدلتش، فالناس مستعجله ان الدنيا قاعده تتملي في يوم وليله. ما صبرين 30 سنه جت على مش قادرين يصبروا سنه ثانيه ما الدنيا تتظبط. الناس كلها مستعجله ان لازم الدنيا كلها تتغير في يوم وليله. هو يعني الرئيس معاه عصا سحريه انه يغير كل الخراب اللي كان محصول في 30 سنه اللي فاتت. الناس مستعجله في كده. قولي لي انت مع ابقاء الحكومه ولا تغييرها؟ ايه انا عاوزاها كده، بس المفروض تصلي عن البلد دي. ده احنا عشان رغيف العز بنقف من الساعه 6 بنمشي الساعه 9، ويا ريت بناخد رغيف حلو، بناخد والاحلى عيش بيخبوه من جوه في الطابونه والله العظيم ساعات، والعيش مش حلو، بيدونا العيش اللي هو مش حلو والعيش بينقوه جوه، وبنقف 3 ساعات ممكن ساعه كده فين وفين لما يجيبوا لنا قفص. وساحه الرئيس جاي يقول له ايه؟ ساحه ما الوزير نزل يقولوا له ده الناس بتقف بياخدوا العيش يدوا للفراخ، واحنا هنقف من الصبح الساعه 10 عشان ندي للفراخ، مش لما نلاقي احنا ناكل عشان ندي اساسا الفراخ. حرام عليهم، حزب الله ونعم الوكيل في كل واحد. البلدين بردك، انا عايز اقول كلمه بس، عايز اقول حضرتك بس ممكن بعد اذن حضرتك اقول كلمه. قولي انت مع اقاله الحكومه ولا استمرارها؟ لا لا لا، انا خارج الموضوع ده خالص. الحوار اللي هنعمله مع حضرتك لا خالص، مش معاه خالص. انا مش مع خارج الحكومه دلوقتي. انا بس عايز اسالك سؤال دلوقتي، حضرتك كنت عند البنزيمه صح؟ دلوقتي حضرتك الحوار اللي عملتيه مع الوزير ما عملتيش ليه مع الناس اصحابه المحطه؟ اولا ما فيش حاجه من هو قال عليها صح، اللي هو قالها كلها غلط، لان اساسا كل الكلام اللي هو قاله استحاله يكون صح، لان الموجود في المحطه مش هو اللي قاله. يعني كل الكلام اللي بيتقال ده كلام غلط. الوقت انتوا هتقفلوا المحطه وهتجهزوا المحطه وهتجهزوا الناس بتوع المحطه للبلد هنا اولا. يعني اول الناس اللي هتعمل عيش، العربيات، الحاجات دي، ما كل الاسعار هترفع علينا احنا، مش هترفع على العربيه اللي جايه، العربيه الكبيره اللي هي موجود فيها بنزين لتوزيعه خارجيا. يا استاذه ده بنزين مش سولار. يا استاذه ده بنزين، يعني هو البنزين محلل تهريبه والسولار لا؟ يا استاذه ده بيروح طوابين يا مدام، ده بيروح طوابين. ده مره يحصل بالظبط. اي والله ده بيروح. حاجه انت ايه رايك في الحكومه؟ رايي في الحكومه، وانا احنا عارفين ان مش خالص في الحكومه، احنا مش لاقيين ناكل حتى من الحكومه دي، كل يوم ثوره ودوشه وبتاع، لا عارفين ناكل ولا نشرب ولا اي حاجه. والله العظيم ما عارفين نجيب عيش ولا ناكل لقمة عيش. ايوه ناكل، عايزين نعيش كويس ونربي عيالنا كويس، ومعانا عيالنا مش عارف. اجدع حاجه الحكومه 100 100. ايوه الحكومه مالها، ما الحكومه ما تموت كلها، الحكومه كلها بتموت. يا ريت الناس كلها زي الحكومه، يا ريت الناس كلها زي الحكومه. راي حضرتك في الحكومه الحاليه؟ حكومه كويسه، بس الشعب اللي هو عامل مقصر. الحكومه حلوه، بس الناس الشعب يهدى وبقى حلو كده. يعني الحكومه حلوه وكويسه وماشيه، الحكومه حلوه بس الشعب هو اللي يهدى. المفروض يكون فيه هدوء عشان نعرف بنعمل ايه. نعرف. انت ليكي راي تاني؟ انا ليا راي حضرتك، الخير كتير وكل حاجه كتيره، يصبروا شويه يا اولاد، يا اولاد مصر هتقع، هتسقط كده مننا على فكره. يعني الناس مش تصبر شويه، كل حاجه كتير. التومين احنا بنجيب التومين، يقول لك التومين هيقطع الشهر ده، كل حاجه كتيره، كل ده. يعني هقول لك ايه بس، ربنا يهديكم انتوا القنوات الخاصه، بس تبقوا اقفوا مع الراجل شويه، اقفوا مع الراجل شويه. انا عارفه ان كل ده هتشيلوه، مش هتيجي حاجه منه، ربنا يهديكم انتوا. الحق ما بتقولهوش، ما بتقولوش غير الحاجات التانيه. ايوه الخير كتير والحاجه كتيره، الخير والداخليه اهي قدامكم اهي، ما بتشتغلش مع الرئيس ما بتساعدهوش، عشان والله الداخليه ما بترضى تشتغل معاه ما بتساعده، عشان سايبين ده كله، سايبين العيله اللي قاعدين في الميدان دول.